وجودك معانا الليله، واكيد هنختم معاك باغنيه بعد ما نسمع اغنيه طلب جماهيري كده من ست البيت من عمنا مبارك. وبحب اشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، بشكر كل الحضور الكريم والمشاهدين اللي بتابعونا، ولقائنا يتجدد دوما كل خميس ان شاء الله الساعه 10 مساء. قناة الشروق تدعو دائما للمحبة والاستقرار والوحدة والسلام. رسالة جميلة تتبناها القناة دائما من خلال كل برامجها. بزعدني أن ألاقيكم دائما في مواعيدنا، وحنختم مع عم مبارك في البيت.
وكمر بلعاني حاوية منون وسمعاني بيد فريدة براها ترتاح روحي كل ما طراها ست البيت